It's not so easy to trust in any 100%, Mr. Raymond. Any doubts about him? I myself, I have my assurances, so I'm not worried at all. Hmm. And I am sure that he will do what we want exactly. So I worry. I'm not worrying, as I said. But with a weak man like Hassan, everything is possible, mon cher ami. Hesitant? Hassan is emotional. So I should watch over him all the time. So I am. Hassan had to be involved to change his attitude once and for all. I agreed upon your report. It is the company decision, Mr. Raymond. And our responsibility. I have controlled him from all direction by Mansour and Riri. A condition to stay as our agent in Egypt. We'll continue the conversation in Athens, and then we'll send them the report. Then I need to confirm the reservation from Cairo's office. Here is the telephone. Just call him. Thank you. صباح الخير يا مدام نوال. صباح الخير يا حسين. الاستاذ فوق؟ اه اطلع له. شكرا. تفضل. ازيك يا منصور بيه؟ اهلا يا حسين. ادخل تعال. يا ترى جايبين ايه معاك النهارده؟ الاكل اللي قلبك يحبه يا منصور بيه. اكيد الجمبري بالصلصه بالشطه. بالهنا يا شيف. تسلم يا حبيبي. ايه استنى انت رايح على فين؟ خلص توزيع الوجبات يا بيه. طيب خد دول. ايه ده يا منصور بيه؟ دول علشانك انت واد مجدع وانت مالي دماغي بجدعنتك. ربنا يبارك لنا فيك يا منصور بيه. يا حسين قلت لك تعال اقف معايا هنا لكن يظهر انك فرحان بركوب الموتوسيكل. يا منصور بيه انت ادرى الناس بظروفي. انت خريج جامعه ومعاك بكالوريوس تجاره يعني مكانك هنا معايا. كوم اللحم اللي في رقبتي هو اللي مخليني متمسك بالشغلانه دي وعشان بقششها يا منصور بيه. اسمع يا حسين فكر وعلى اقل من مالك. انا عارف انك خاطب قريب ومحتاج تستقر ويكون لك بيت. بالظبط هو ده كل املي. انا هعمل لك 400 جنيه شهريا. ارجوك ارجوك ما تتكلمش. فكر على اقل من مهلك ويكون في علمك انا هعمل لك زياده سنويه ما تقلش عن 50 جنيه ويمكن تزيد. حاضر يا منصور بيه وانا عموما متشكر على اهتمامك بيا. عن اذنك. مع السلامه يا حسين. انت جيت يا حسين؟ امسكي دول. ايه دول يا حبيبي؟ نزلت بيهم بقشيش من زمان لحد دلوقتي. الحمد لله يا رب، يا رب تزيد نعم علينا يا رب. كل اللي بطلبه من ربنا هنرميه، ويبارك لنا فيهم، نفسي ربنا يقرب لنا البعيد بقى. جرى ايه بقى يا حسين؟ انت مستعجل ولا ايه؟ الا مستعجل، احنا بقى لنا سنتين مخطوبين، مش عارفين نجمع ثمن اوض مش شقه واحده يا بنت الناس. خبر ايه يا حسين؟ ايه اخرتها بقى انت وحبيبه القلب يا سيدي؟ حصل ايه بس يا حاج؟ بقالك ساعة واقف تلغي وياها، معطلها ومعطل شغلك، واقف حنا وياها. يا حاج أنا لسه واصل ما بقاليش دقيقة. نعم، حسين أنا بقول لك لماها وما تخلينيش أتعصب الساعات دي. حاضر، حاضر يا حاج. اتفضل ادخل شوف شغلك، خد البضاعة وديها للزباين اللي زمانهم ملهوفين عليها. وأنت يا ست نرمين. نعم يا حاج. الله. أولاً الشغل. حاضر. بعد كده توقفوا تلغوا مع بعض، ده سنين، فهماني؟ فاهمة يا حاج، فاهمة. حاضر، حاضر.
الو، ايوه، دقيقه واحده يا فندم. مدام بيدي على التليفون يا صنبيل. الو، اهلا يا ريري. على الله تكون الرحله موفقه. الحمد لله. والعروسه فين؟ موجوده فوق مع والدتها. واضح يا عصام ان شهر العسل خلاكم نسيتوا الدنيا واللي فيها. لا لا، ازاي، احنا دايما فاكرينك. والدليل؟ والحقيقه سناء جابت لك هديه هتعجبك قوي. سناء فيها الخير يا عصام. وانا لا. ده انت يا راجل ما كلفتش خاطرك ترفع سماعه التليفون من اي مكان تسال عن احوال الشغل. ملاش احوالي انا. هي فدي، عندك حق، بس اللي مطمني ان الشغل كله في ايدك. على كل حال نتكلم لما اعدي عليكم بالليل عشان اخد هديتي من سناء. واضح ان انا ضيفه غير مرغوب فيها. لا لا ابدا، ازاي تقولي كده، كل ما في الامر اني مرتبط بس بميعاد الليله. ماشي يا عصام، بلغ تحياتي لسناء وقولها ميرسي قوي على الهديه. حاضر يا ري، مع السلامه. عصام، الدكتور كامل شريف هو ومراته جايين لنا الليله دي عشان يقولوا لنا حمد لله على السلامه. الساعه كام؟ الساعه 7. ليه، انت ارتبطت بمواعيد؟ كانت لسه ريري بتكلمني وقلت لها ان انا مرتبط بميعاد. وانت فعلا مرتبط؟ ايوه مرتبط بميعاد الساعه 9. طيب انا اسفه يا عصام اني اتفقت مع سوريا. معلش، حصل خير. اصل ما تتصورش قد ايه انا ملهوفه اني ابلغهم الخبر السعيد ده بنفسي واقول لهم على المجهود اللي انت بذلته مع اداره الشركه عشان صاحبك وصديق عمرك يا عصام. طالع ارتاح. طبعا هتروح الميعاد اللي اتفقتوا عليه، لكن ما تتكلمش في التفاصيل. اطلب منه فرصه للتفكير ودي الميعاد التاني في مكتبك. ليه يا مسيو كمان؟ عشان عاوز تسجيل بالصوت والصوره للقاء وباحتراف، وهستلم منك شريط لما اجي مصر. مفهوم؟ فهمتك يا مسيو كمان، بسيطه. طب مع السلامه. Your weak point is your emotions. If it controls you, it will destroy you. Why? Why? It's an order. Order from the company. And to show your loyalty to the company. If I can. You can. You have to. Or, in other way, they will get rid of you. They will get rid of you. They will get rid of you. الدكتور كامل شريف وصل. مالك يا عصام؟ قلت ايه؟ الدكتور كامل شريف ومراته وصلوا ومستنيين تحت، وبعدين انت لسه ما غيرتش هدومك؟ انا نازل حالا. انا اسفه يا عصام اذا كنت لخبطت لك مواعيدك. لا معلش، اسبقيني انت وانا هحصلك. خلصنا روحه؟ ما انا ورديتش خلاص، خلصت. تحب اوصلك؟ لا يا حبيبي، كفايه اللي حصل بينك النهارده بقى. طيب ارجوكي خدي تاكسي. خايف عليا بقى ولا خايف على الفلوس؟ ده اسمه كلام يا نرمين، خايف عليكي طبعا. ولا يهمك يا حبيبي، لا تخاف عليا ولا تخاف على الفلوس. طيب براحتك. وانت يا حبيبي؟ انا ايه؟ هطلب منك طلب صغير قد كده، انك بعد ما تخلص الورديه بتاعتك عشان خاطري يا حسين روح على طول، وبلاش بقى السهر مع الشله اياها دي. الحكايه كلها نص ساعه يا نرمين، برفع فيها عن نفسي بعد شقه يوم بطول.
طب بلاش عشان خاطري، عشان خاطر صحتك يا حبيبي. طيب يا نرمين، مع السلامة. باي باي يا حبيبي. الحمد لله. وانتوا اخباركم؟ اه ماشي الحال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا عصام، ازيك؟ واضح ان الجواز جاب نتيجه زي الفل معاك. مبروك يا عصام. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. اهلا. تعالي معايا بقى يا سرعي. انا فيه. نطلع نقعد في اوضتي فوق. تعالي. عن اذنك. تفضل. تفضل. والله ليك وحش يا عصام. انت كمان يا كامل. ايه يا عصام؟ مش عوايدك؟ لا ابدا، مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ واضح ان بالك مشغول قوي. ايه في ايه؟ هي اصل اليومين اللي بعتهم عن الشغل دول تلاقيهم قلقاني شويه. يا راجل كلها يوم ولا اتنين والشغل يبقى عال العال. المهم طمني. طمنك على ايه؟ الله، انت مش بتقول انك جايب لي اخبار كويسه معاك؟ اخبار كويسه؟ اه طبعا طبعا اخبار كويسه. في ايه يا عصام؟ انا اصلي تعبت قوي مع الجماعه دول. ليه؟ عملوا ايه يعني؟ اصلهم كانوا واخدين موقف متشدد منك. ودلوقتي؟ المجهود اللي بذله مسيو كمال وانا كمان معاه تعبنا قوي وقدرنا نقنعهم يعني انهم يخففوا شويه ويقفوا جنبك. يقفوا جنبي؟ يقفوا جنبي ازاي يعني؟ صحيح هم اليوم ضمانات، يعني طالبين ضمانات. ضمانات من مين؟ منك يا دكتور. مننا طالبين ضمانات زي ايه يعني؟ يعني طالبين ضمان مالي و انهم يشرفوا على انتاج المصنع ونوع المنتج اللي انت هتطلعه. وانت مقتنع بالكلام ده؟ والله ده رايهم هم. طب وانت هناك ما حسيتش بحاجه كده ولا كده؟ حاجه زي ايه؟ ان يعني اتفقت مع دوله تانية على توريد معدات المصنع بالكامل. قصدك المانيا يعني؟ عصام انت مش معقول تكون معاهم هناك وما تكونش عرفت كل حاجه. عرفت ايه يعني؟ اني اتفقت مع اليابان. اليابان؟ عصام دول بينورونا، دول بيضحكوا عليا وعليك. ايوه بس مفاجأة بالنسبة لي حكاية اليابان دي، وانت ما جبتليش سيرة خالص. بصراحة يا عصام ما حبيتش اورطك معايا. طورتني معاك؟ الكلام اللي بتقوله ده كامل. وما حبيتش اني احملك همي، وخصوصا انت كنت داخل على حكاية الجواز دي، وأنا كفيل إني أواجه مصيري لوحدي بشجاعة. كامل أنت بتفكر في إيه؟ عصام أنا اشتغلت مع الناس دي فترة طويلة قوي، والناس دي علشان مصلحتهم يعملوا أي حاجة، وأنا عارفهم كويس قوي وعارف إزاي بياخدوا القرارات بتاعتهم. آه طب وأنت ناوي على إيه يا دكتور؟ هكمل اللي بدأته لغاية النهاية، وأعتقد إني من العدل والإنصاف إني وأنا عايش على أرضي أقدر أخد قراري بنفسي وإرادتي. ولا أنت ليك رأي تاني؟ طب كلامهم اللي قلته لك؟ الكلام ده مقصود بيه تخديري وتعطيلي، لكن أنا متأكد إن هم عارفين كل خطوة أنا عملتها كويس أوي. أكمل بس الحكاية كده ما تطمنش. لا يا عصام
أنا عايزك تطمن على الآخر، لأني لما المعدات توصل والمصنع يركب هحطهم قدام الأمر الواقع، وإذا حبوا يتفاوضوا معايا هتفاوض معاهم من فوق، مش هستعطفهم ومديلهم إيدي من تحت. اقفلوا المحل بعد ربع ساعة وبعدين روحوا. حاضر يا منصور بيه. سلام يا منصور مشكلة. مش ممكن. يلا يا كامل. يلا. يا جماعة لسه بدري. بدري ازاي؟ انتوا لسه واصلين واحنا ضايقناكم كده. لا ابدا مش مضايق ولا حاجة. طيب انا اذنك. على السلامة. الحمد لله على السلامة. على السلامة. انا بكلمك. ان شاء الله. ميرسي قوي. شرفت يا حبيبي. ميرسي. ميرسي. مع السلامة. سلام. مع السلامة. الله يسلم. يا دوب الحق غير هدومي عشان الحق معادي. يلا يا بنتي اعملي لك هم. اخوكي جاي. حلو مهدود وعاوز ياكل لقمة. يا ده يا ما. يا واد اهمدوا منك لا. ازيك يا حبايبي؟ يا سلام، ولا اللي فاكراك هتربيهم وتقول لهم بطلوا الشقاوة دي؟ وبعدين معاك يا سهير، الولاد فرحانين بيا ما شافونيش طول النهار، مش كده يا ياسمينة؟ كده يا خالد. كده يا عمور؟ كده يا خالد. ازيكم؟ يلا نقعد. اقعدي كميلة. جبت لي شوكولاتة يا خالد؟ أيوة طبعًا، جبت لكم أنتوا الاتنين. فين هي؟ بقى إحنا اتفقنا على إيه؟ بعد العشاء، ناكل الأول وبعدين ناكل الشوكولاتة. يلا يا ولاد. خد يا غنايه كل لك لقمه اسند بيها قلبك. وانتوا يا ولاد يا تتقدموا يا انتوا عارفيني. ها يلا تعالي هنا جنبي عشان خاله يعرف ياكل. بقول لك ايه يا حسين. ايوه يا سويه. نرمين عامله ايه في الشغل؟ الحمد لله كويسه. لكن بتسالي ليه؟ لا بس بطمن بس. اسلموا نرمين جت زارتنا النهارده الصبح يا ابني. شويه خير يا ماما؟ خير. بتقول ان راجب ابوها عايز يطمن على بنته. يطمن ازاي يعني؟ ما انت عارف يا اخويا ابوها دايما طلقه حامي. والله انا على اخر جهدي، وهي نرمين معايا في الشغل وعايشه التعب معايا طول النهار، وعارفه انا بقطع نفسي ازاي عشان عم راجب يرضى علينا ونقصر المسافه اللي بينا. انا قلت لهم اذا كنتوا عاوزين تكتبوا كتاب احنا يا اختي مستعدين. وقالت لك ايه؟ قالت لي مش قبل ابنك ما يشوف شقه لبنتي. ما انت عارف يا حسين خايفين تكتب الكتاب من هنا وتتجوز معانا في الشقه هنا. وده اسمه كلام يا سهير. يو ما تكمل اكلك يا ابني. الحمد لله شبعت يا ماما. كده يا سهير تجيبي له السيره دي على الاكل يا بنتي يقوم يتصدي نفسه كده.
وادي الميكروفون اللي بيتصنطوا علينا بيه. ايه اللي انت بتعمله ده يا كامل؟ خلاص يا سرية، لازم ألعب معهم على المكشوف. في حاجة حصلت بينك وبين عصام؟ في حاجة واحدة بس قدرت ألاحظها عليه. حاجة إيه؟ مش هو ده عصام السكري صاحبي؟ عصام في حاجة عارفها ومخبيها علي. إيه اللي خلاك تفكر في كده؟ عصام شارد ومذهول على طول عني وعن اللي حواليه كلهم. عصام عارف اني اتفقت مع الشركة اليابانية ومع ذلك خب عليا. هو ده اللي مخوفني. تخاف من مين يا كامل؟ من عصام السكري؟ صاحبك؟ أنا خايف من عصام السكري، مندوب الشركة العالمية اللي مصلحته فوق أي اعتبار، حتى فوق صديق عمره وصديق طفولته. يا ترى عصام ايه حجم المغريات اللي عرضوها عليك عشان تسكت على ناويين يعملوا فيا؟ قولي لي انت اعمل ايه اكتر من كده؟ انا ما اتكلمتش حسين ولا حتى فتحت بقي بكلمه. لكن ابوك اتكلم يا نرمين، وكمان بعت لي الست والدتي عايز يطمن على مستقبلي. يلا يا عم. بقول لك ايه يا حسين، ممكن يا حبيبي ما تشغلش بالك؟ بصراحه بقى انا ما بقتش عارف ازاي ارضيك. حسين قلت لك ما تشغلش بالك. انت اول الناس عارفه كويس اني بطلع من المحل ده بمرتب وبقشيش يزيد 4 مرات لو كنت اتعينت في وظيفه بالبكالوريوس. وبعدين بقى معاك يا حسين، انت كده يا حبيبي هتعطل نفسك وهتعطلني عن شغلي، ثم صاحب المحل لو جه انت عارف انه هيتنرفز عليك. يلا شاك. طيب يا نرمين، نبقى نتكلم على اخر النهار. مع السلامه يا حسين. الحمد لله. السلامة يا عصام بيه. ازيك يا ناس؟ الحمد لله بخير. مدام ريري ما وصلتش ولا ايه؟ لا هي متعودة بتيجي الساعة 10. اطلب لحضرتك القهوة وهاتي لي معاك الشغل اللي تم في غيابي. حاضر يا فندم. مش قلت لك تفوتي عليا بعد ما تخلصي شغلك في المجلة عشان ما تتعطليش؟ ما قدرتش يا سناء، قلت لصالح وصلني لحد باب الفيلا واطلع انت على المجلة. ما تعرفيش ليكي وحشه قد ايه يا سناء يا حبيبتي. وانت كمان تعالي اقعدي. اهلا اهلا وسهلا يا كريم. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على سلامه سناء. تسلمي يا حبيبتي. والله فيك الخير يا كريم. طمنيني يا سناء، هترجعي المجله امتى؟ متهيألي اني همد الاجازه تانية يا كريم. من حقك، من حقك يا حبيبتي، من حقك تخلي السنة كلها شهر عسل إن شاء الله. عصام بقى عاوزني أسيب المجلة خالص. تسيبي إيه؟ معقول الكلام ده يا طنط؟ والله يا بنتي هو عاوز كده. عموما أنا قلت أرضيه وأمد الأجازة كام شهر كده لحد ما أشوف هقدر ولا لأ. تقدري على إيه يا سناء؟ مستحيل مستحيل تسيبي المجلة بعد ما مركزك واسمك كبروا فيها، إلا بقى إذا موافقة عصام بيها على رأيه ومش عايزة تزعليه. عصام عاوزني أركز في حاجة واحدة بس. إيه هي؟ إني أتفرغ لحياتنا وأنظم له شغله. والله أنا شايفة إن عصام عداه العيب. يا سلام، ومستقبلي الصحفي أسيبه لمين يا ماما؟ على العموم يا حبيبتي عليك إنك تختاري وتقرري بنفسك، وأنا بقى شايفة إن المسألة مش صعبة قوي للدرجات يا سناء. لا صعب يا طنط،
صعب على الواحده مننا تسيب المكانه اللي تعبت وبذلت فيها مجهود لحد ما بقى لها اسم. الكلام ده يا بنتي لو هي خدت راجل عادي، لكن دي اتجوزت عصام بيه السكري وبقى لها اسم جديد لازم تتعب فيه وتبذل فيه مجهود علشان حياته وحياتها معاه. منطق عندها حق يا سناء، وهو لو اني شايفه انك ما غلطتيش لما طلبتي شهر ولا شهرين اجازه تجربي فيها نفسك تقدري تسيبي الصحافه ولا لا. طيب كويس اللي انا اطمنت عليكي، امشي. على فين يا كريم؟ على المجلة، زمان عزمي بيه قالب عليا الدنيا. اطمني يا ستي، انا هبعت معاكي عربيه بسواق لحد باب المجلة، بس اما اوريكي الهدايا اللي جبتها لك انت والولاد. مفيش هديه لصالح. صالح ايه؟ من امتى بتفكري في صالح؟ تعالي بقى. بلدنا احمد محتاجه امكانيات كبيره، وغير كده محتاجه قلوب تكون بتحبها تخاف عليها وعلى خيراتها. عندك حق يا دكتور، اللي بيحب احمد بيضحي وتحمل مصاعب كتير قوي عشان خاطر اللي بيحبها. انا في ناس كتير قوي زي عندهم العلم والثروات والخبره، لكن للاسف كل واحد فينا بيحب بشكل مختلف. يعني احنا تقريبا متفقين على الهدف لكن مختلفين في الاسلوب، وعشان نوصل للهدف لازم نوحد الاسلوب. طب وايه المشكله يا دكتور؟ الخارج، في الخارج متكتلين ضدنا مش عايزيننا نبقى ايد واحده، بيحاولوا يفرقوا بينا عشان هم متاكدين اذا بقينا ايد واحده هنبقى قوه جامده جدا ومش هيقدروا يقفوا قصادنا. فعلا يا دكتور كلامك ده مظبوط، الحب لوحده مش كفايه، احنا فعلا محتاجين نوحد جهودنا وامكانياتنا وطاقتنا عشان نوصل للهدف اللي احنا عاوزينه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، اتفضلي. تعرف المكتب كان من غيرك ضلمه. شاكر قوي على المجامله الرقيقه يعني. على الله تكونوا انبسطتوا. الحمد لله. حطها عندك هنا. انا قلت اخد قهوتي معاك، انما قول لي يا عصام انت جاي يعني مستعجل على الشغل قوي؟ لا كنت بس بطمن على رساله المانيا. ولقيت ايه؟ تمام، مفيش حاجه انت ما صدقتيهاش كويس. تلمستك يا عصام بيه. عفو، انت استاذه يا ريري. ها سمعت انهم زودوا نسبة عمولتك، مبروك يا عصام. الله يبارك فيك. ده معناه انهم هناك راضين عنك قوي. يعني حملوني قصاد كده مسؤوليات كبيرة. مسؤوليات زي ايه؟ يعني زيادة مساحة السوق علشان المطلوب يزيد. كويس قوي. قول لي يا عصام عملت ايه في موضوع كامل شريف؟ هعمل ايه فيها؟ اصل مسيو كمال اتصل بيا وقال لي ان انت شكرت في كامل شريف قوي وفي مشروعه. كمال قال لي كده؟ وقال لي كمان انهم بيدرسوا دلوقتي توصياتك عشانه. قلت لهم ده امر مفروغ منه، ما هو كامل شريف ده يبقى صديق عمر عصام بيه السكري. هي انا بذلت معاهم كل جهدي. المهم هم ردهم كان ايه يا عصام؟ و
اصل الموضوع مش سهل زي ما كنت متصور. ليه؟ اصل عرفت ان كامل شريف خد قراره لوحده. ازاي يعني؟ اتفق مع اليابانيين على توريد مصنعه. اليابانيين؟ ازاي الدكتور كامل ياخد خطوه زي دي؟ هو ده للاسف اللي انا اتفاجئت بيه. وهو ما قالكش؟ لا ابدا ما قاليش. ولا انت قلت له؟ معقول اقول له؟ غريبه، مع انه صديق عمرك المفروض انك تنصحه تقف جنبه. اقف جنبه ازاي؟ الو، اتصلت بمنصور يا عصام بير؟ ايوه حصل. ها واتفقتوا؟ ايوه تمام. انا عاوز اطمن. طبعا مفهوم مفهوم. طب بمجرد ما تديني خبر بالميعاد هبعت لك فاكس عشان تيجي تقعد معايا اسبوع. اسبوع؟ ليه؟ اولا عشان تبقى بعيد عن الاحداث، وثانيا عشان نتداول بخطة العمل للمستقبل. طيب حاضر. قول له ريري عايزة اتكلمك. ريري يعني ما عايزة اتكلمك. الو، ازيك مسيو كمال؟ اهلا مدام ريري، حاب اطلبك في البيت. الكلام مش هينفع هنا في المكتب. مع السلامة. اتاخرت ليه؟ الاستاذ عزمي كل شويه بيسال عليكي. معلش يا حبيبي، كان لازم اروح الهدايا اللي جابتها لي سناء البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد. ايوه كريمه. سناء رجعت من شهر العسل، عرفت؟ الف مبروك. مالك يا احمد؟ والله يا استاذ صالح احنا بقى حالنا عجب. انت جاي منين دلوقتي؟ من مزرعه الدكتور كامل شريف. طب وليه حالنا بقى عجب يا ابو حميد؟ اللي بيتعبوا ويشقوا علشان غيرهم تلاقيهم دايما شايلين الهم، واللي عايشين على قفا الشقيانين بيتمتعوا بحياتهم، وتلاقيهم دايما عايشين في شهر عسل. أنيسة منى من فضلك. في ايه يا انس؟ ريري هانم عند عصام بي. هو ده يمنع اني اخلص شغلي؟ لا بس هو محرج عليا دخول اي حد وخصوصا وهو مع تليفون دولي. خلاص استنى. معقول يا احمد انت ما روحتش لغايه دلوقتي؟ اهلا يا استاذ عزمي. يا ترى ايه الموضوع اللي انت منهمك فيه بالشكل ده؟ الانتماء. انتماء؟ انتماء ايه؟ وريني. فكره الانتماء في حد ذاتها يا استاذ عزمي، الانتماء للدين، الانتماء للوطن، الانتماء لمبدا، الانتماء لقضيه فيها مصلحه ناسك ووطنك، بتدي للانسان قوه ملهاش حدود. والدكتور كامل شريف هو نموذج للموضوع ده؟ طبعا يا استاذ عزمي، ده انسان حب يطبق كل اللي هو بيؤمن بيه على ارض الواقع، لكن للاسف صدفته الاف المشاكل. مش جديد على اللي زيه؟ الجديد في الموضوع يا استاذ عزمي ان الراجل ده لوحده بيواجه ضغوط شديده بيحاول يفلت منها. بتقول لوحده؟ ايوه يا استاذ عزمي. يبقى مش هيسمحوا له. هو كمان عارف كده كويس بس بيحاول ينورهم. بقول لك مش هيسمحوا له. أنا علشان كده بقى بكتب وبسجل كل حاجة بيعملها يوم بيوم
علشان يوم المشروع ده يتحقق ان شاء الله هيبقى نموذج مشرف لكل وطني عاوز يحقق حلمه على ارضه. الموضوع متهيألي ده موضوع كبير قوي يا احمد. هو فعلا موضوع كبير، وانا واثق ان حضرتك هتزداد بيه اعجاب لما يخلص وتقراه. خلاص يا سيدي، خلص وهاتهولي، واديك تاشيره بالنشر كمان. النشر مش دلوقتي يا استاذ عزمي، ده طلبه. الا امال امتى؟ بعد ما يكتمل المشروع ويبقى حقيقه على ارض الواقع. على فكره انت اهتمامك زاد قوي بالناس دول يا احمد. انا من زمان يا استاذ عزمي وانا مهتم بالناس دول، لاني لقيت فيهم نموذج وطني مشرف يحتذى بيه. معنى كده انك هتكتب بعدين عن عصام السكري؟ طبعا راجل اعمال كبير ليه وزنه واسمه في السوق. لا يا استاذ عزمي، دول نموذجين مختلفين جدا. انا اسف يا احمد، انا ما اقصدش المح باي حاجه ابدا. انا فاهم يا استاذ عزمي، وانا نسيت الموضوع ده خلاص. تعرف يا احمد، بموضوعك ده فتحت الباب لكل انسان وطني شريف عايز يستثمر امواله جوه بلده مش براه. موضوع العطور انا خدته كنموذج للمشاريع الوطنيه، مثال للحلم الوطني. ده مش حلم بالنسبه له لوحده، ده حلم بالنسبه لنا كلنا، ان احنا ننتج صناعاتنا بخاماتنا اللي طالعه من جوه ارضنا. ساعتها العالم كله هيتكلم، ويتكلم عن مصر بمنتجاتها الخاصه جدا. تعرف يا استاذ عزمي، الراجل ده برغم الصعوبات اللي بتواجهه لكن متفائل جدا وقوي، واصراره ده بيدي امل لكل اللي عايز يحقق حلمه على ارضه. هو ده نموذج للانسان المصري يعني. كمال قال لي انك انت امين جدا على اسرار شغلك. ده امر مفروغ منه، بس مين الشخصيه المهمه المقصوده؟ مين عصام بيه؟ يبقى دكتور كامل شريف. مين كامل شريف ده؟ ايه اللي انت عايز تعرفه عنه؟ عايز اعرف اللي يخليني اقدر احدد سعره. اللي انت عايزه انا هديهولك. طيب مش حضرتك تديني فكره عنه؟ هو رجل اعمال مهم. بيهددك؟ من فضلك يا عم معروف، انا مش عايز اتكلم في التفاصيل. ايوه بس لازم اعرف عنه كل حاجه. الظرف ده هتلاقي كل حاجة انت عايز تعرفها. جميل جميل جميل، بس عشان اعرف المطلوب لازم اعرف انت عايز تموته ازاي. معرفش معرفش. طب اهدى اهدى، انا هتصرف، بس العملية دي هتتكلف نص مليون جنيه. وانا موافق. ايوه بس المسألة دي هتاخد شوية وقت، علشان أأمن على الرجالة لازم يكونوا محترفين. لا لا اعمل معروف، أنا عايز أخلص من الحكاية دي بسرعة. قد كده بتكرهه؟ لا بالعكس، ده صديق عزيز أوي عليا، بس دي أوامر لازم تتنفذ. أم معروف، أنا عايز أخلص الموضوع ده بسرعة عشان أعصابي تعبانة. ماشي
اخلصك منه وبسرعه علشان اعصابك تستريح. نورت الشريط يا عصام بيه. يا دكتور يا عصام بيه، حضرتك تعبان ولا حاجة؟ لا مفيش حاجة. الو مسيو كمال. ايوه. الف مبروك حصل. طب كويس كويس يا منصور. امسح يا ليالي